وتعالوا بقى بسرعة قبل ما نبدأ فقرتنا نتعرف على حالة الجو مع دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد يا فندم، وعايزين نطمن المشاهدين على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة. صباح الورد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أما عن حالة طقس اليوم الأربعاء إن شاء الله، إحنا ما زلنا بصوت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وبيكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء. ده نهار، ولكنه ليلا بيكون بارد على كافة الأنحاء، ومنحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر والشوائب العالقة نهارا على الساحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. وأيضا هناك نشاط للرياح على جنوب البلاد، بيصير رمال الرياح الرمال والأتربة، وبنحذر السادة المشاهدين من عدم تخفيف الملابس، لأن ما زلنا في فصل الشتاء ولا نخدع بهذه الموجة الساخنة، حيث يبدأ إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم انخفاض كبير في درجات الحرارة. الانخفاض هيكون بشكل تدريجي ولا مفاجئ زي ما سمعنا 10 درجات في يوم واحد؟ ده حقيقي؟ ده حقيقي فعلا، هتنزل درجات الحرارة يمكن ما بين يوم وجمعة والسبت تنزل ما يقرب من 10 درجات. في أي فرص لسقوط الأمطار سواء بكرة أو الجمعة؟ لا لا لا، هو ما فيش أكتر من نشاط الرياح على بعض الأماكن، خاصة الأماكن المفتوحة والأماكن الصحراوية. شكرا لحضرتك دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.